السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. من المكان الجميل ده رد على سؤال أحد المتابعين الأفاضل، سؤال بصراحة هام، يمكن ما تطرقتلوش كتير أو في الفيديوهات بتاعتي أو في الكلام بتاعي. السؤال بيقول إيه؟ بيقول لي يا دكتور هلال، أنت قلت في البث المباشر بتاع أمس إنك ما بتعترفش بتحاليل فيروس الإيدز إلا تحليلين فقط والباقي انسى، تحليل الاجسام المضاده وتحليل الكومبو، وقلت كمان ان تحليل الاجسام المضاده بعد 90 يوم لو انت مصاب فعلا هيطلع عندك ايجابي وهيتنته ايجابي لاخر يوم في العمر بغض النظر عن جميع المؤثرات. لو عملته بعد 10 سنين واكل طعميه واكل ملوخيه واخد مضاد حيوي اي حاجه قبل التحليل مش هياثر على التحليل. اللي عنده فيروس الايدز يطلع ايجابي العمر كله، امتى بيبقى ايجابي؟ عند كل الناس بعد 90 يوم. في غيري بيقول هذا الكلام، كل واحد لمصادره وكل واحد لمخه، لكن الكلام اللي انا بقوله ده بتاع منظمه الصحه الدوليه وبتاع بريطانيا وبتاع فرنسا وبتاع السي دي سي الامريكيه عن الكلام الجهات العلميه العالميه. وقلت ان الكومبو تعمله بعد 30 يوم، وفي ناس دكاترة أو علماء بيقولوا 42 يوم، أنا رأيي 30. فإذا توكل على الله واعمل الاختيار اللي أنت عايزه، تقول اللي أنا الكلام اللي قلت. وقلت برضو ما تجيش بقى تعمل لي بي سي آر أو ويسترن أو مش عارف مين وتسألني، لأن أنا بصراحة وعدت مليون مرة، وأي طبيب في الدنيا هتروح له تقول له أنا عايز أسخص الإيدز هيقول لك اعمل أجسام مضادة بعد 90 يوم أو اعمل الكومبو بعد 30 يوم أو 42 يوم، ما فيش دكتور هيقول لك روح اعمل بي سي آر ولا دكتور هيقول لك. فأخونا بقى سؤاله بيقول لي إيه؟ بيقول أنت قلت إنك ما تعترفش غير الأجسام المضادة والكومبو. انا عشان ارد عليكم، انا اولا ما قلتش ما بعترفش بالبي سي ار، انا قلت ان انت قدامك اتنين لا غير، غير كده انسى. عايز تعمل تحليل تشخص بيه الايدز فكر في نوع من الاثنين، لو عندك الكومبو يبقى خير وبركه اعمل الكومبو، ما عندكش الكومبو اعمل الاجسام المضاده. لكن ما قلتش ان انا ما بعترفش بيهم طبعا. معلش هقول مثال كده، ارجو ان يكون المثال قريب عشان توصل لكم الفكره. يعني لو انت عايز تروح مكان على بعد نص ساعة مشي في مدينة ما وما عندك اي اختيار الا اختيارين، اختيار انك تمشي وتوصل مكانك بعد نص ساعة، واختيار تاني انك تأجر عربية. تأجير العربية تروح لمكتب تأجير سيارات جنب البيت وتمضي ورق وتدفع لك مبلغ 1000 جنيه، لان هو ده سعر تأجير العربية، هو ملوش دعوة انت هتروح مشوار على بعد نص ساعة ماشي ولا تروح مشوار على بعد 5-6 ساعات ماشي. تفتكر هتعمل ايه؟ تأجر عربية تضيع لك وقت وتصرف لك 1000 جنيه عشان تأجر العربية، ولا تروح المشوار ده ماشي؟ فالمشوار الماشي اللي على نص ساعة بعد نص ساعة اللي هو ايه؟ تحليل الأجسام المضادة أو الكومبو، وتأجير العربية هو البي سي آر. هتعمل بي سي آر هيكلفك كتير، وهتدور على مختبر يكون عنده البي سي آر، وهتستنى من يومين وممكن أسبوع عشان تاخد النتيجة. ولو رحت لأي دكتور مفيش واحد في الدنيا هيقول لك روح اعمل البي سي آر، كلهم هيقولوا لك روح اعمل التحليل. لو الكومبو متوفر هيقول لك روح اعمل تحليل الكومبو، لو مش متوفر هيقولوا لك الأجسام المضادة. طب كلامي ده موجه لمين؟ موجه للناس اللي بتيجي تقول لي أنا عملت تحليل البي سي آر بعد التعرض للعدوى بمئة يوم بمئتين يوم بسنة. واحد يقول لي طب بس البي سي آر ممكن أعمله بعد 10-15 يوم، لكن افرض أجسام المضادة أستنى 3 شهور. طب افرض أنا مصاب يا دكتور، أنت عايز توديني في داهية؟ أقول لك لا يا غالي، مش هوديك في داهية ولا حاجة، ما عندكش غير الأجسام المضادة. طب ما احنا قلنا لك إيه؟ إن الأجسام المضادة في 95% من الناس بعد حوالي 30 يوم وأكتر كمان من 95%. هقول لك روح اعمل الأجسام المضادة بعد 30 يوم، طلعت سلبي أديك اطمنت وقلبك اطمن، وفي الغالب هتطلع سلبي برضو بعد 90 يوم. لو عندك الكومبو اعمل الكومبو ويبقى مؤكد بعد 30 يوم. طب واحد يقول لي بقى من الموسوسين، افرض يا دكتور بعد 30 يوم عملته طلع سلبي وبعد 90 طلع إيجابي، طب مش حرام عليك تقعدني 90 يوم؟ أقول لك مش هتفرق مطلقا في الإصابة بفيروس الإيدز إنك تكتشفه بالبي سي آر بعد أسبوعين أو تكتشفه بعد 3 شهور، ما فيش أي فرق. الفرق إن أنت
ما يعني تكتشفه بعد 3 شهور ولا تكتشفه بعد سنتين 3. ده الفرق، ما فيش فرق أبدا في العلاج ولا في المصير اللي يحصل لك ولا أي حاجة. فيروس الإيدز من الفيروسات اللي بتتطور ببطء شديد جدا. أظن إحنا قلنا كذا مرة إنه الواحد ما بيظهرش عليه مرض الإيدز غير هناك يمكن بعد 10 سنين أو أكتر. فعشان كده كونك أنت تعمله تعرف إنك مصاب بالإيدز بعد 15 يوم أو بعد شهر أو بعد 3 شهور ما في مشكلة أبدا. وبكده أكون أنا وضحت الصورة، وأتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.